السلام عليكم. معنا اليوم يا أصدقاء لعبة جديدة للعالم المفتوح تشبه جراند 4، يعني لا تشبهها تماما، ولكن لعبة رهيبة جدا، حجمها 900 ميجا على البلاي ستور. فلا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، ويلا بينا لهذا المقطع الأسطوري. كما تشاهدون معنا حبيب الله، الآن معنا التجربة الجديدة. هذه اللعبة هي للعالم المفتوح، تم إطلاقها جديدة بحجم 900 ميجا. تشبه يا أصدقاء، هيا سندخل إلى هنا. فكما تشاهدون معنا يا أصدقاء، هذه الواجهة الخاصة باللعبة. سندخل هنا إلى ميسيو، سنضغط على كونتيني. هنا مثلا الرقصات، الكثير من الأشياء يمكنك شراءها. نضغط على يس، نضغط على كونتيني. هنا السيارة أيضا، نختارها على يس، نضغط على كونتيني. وسنستعرض لكم يا أصدقاء هذه اللعبة الجديدة. هنا نقوم باستعراضها لكم. يا سلام. شاهدوا معنا إلى البداية. بوب بوب بوب، فيلم هندي هذا يا أصدقاء. نعم، فيلم هندي. لا ندري هل هذه لعبة أم فيلم هندي صراحة. الله أكبر، واو، نعم صراحة فيلم هندي حقيقي 100%. على العموم سنستعرض لكم كما قلنا لكم الجيم بلاي الخاص باللعبة. اللعبة فيها مدينة مميزة صراحة، سنجربها معا وسترون الجيم بلاي. ومن يريد تجربة، من أعجبته يمكنه تجربتها، ومن لم تعجبه فهناك ألعاب أخرى نقوم بتنزيلهم لكم في القناة. فالقناة متنوعة، نحضر فيها ألعاب جديدة قوية ضعيفة، كل الألعاب، كرة قدم، أكشن، كل الأشياء. هيا سنضغط على يا أصدقاء على سكيب الآن. نعم، عرفنا. أوكي، فعلى العموم هذه اللعبة الخاصة بنا، وهذه المستويات وأعرف ذلك، فننتظرهم. يعني يقول لنا الماب، فهذه الماب الخاصة بنا. نعم، نضغط على كونتيني جيم. شاهدوا معي، وهنا يعطوننا مثلا نقطة وكفى. انظروا معنا، يمكننا أخذ حتى هذا سيارته. لا حول ولا قوة إلا بالله من هذه الغباء في هذه المستويات التعليمية. على العموم نصعد إلى السيارة بسرعة. واو، صراحة رهيبة جدا. ماذا فعلنا؟ واو، اللعبة يا أصدقاء والله رهيبة. نعم، يقومون ب رهيبة اللعبة يا أصدقاء صراحة، والله رهيبة. هذا الفيلم الهندي رهيب. على العموم نقوم بعمل لكم جولة في المدينة. هناك ناس، هناك سيارات، شوارع كبيرة، ملتقيات، طرق، شاحنة. فكما تشاهدون صراحة اللعبة تستحق، اللعبة تستحق يا أصدقاء. أين ذهبنا؟ على العموم هيا نقوم نأتي إلى هنا. شاهدوا معنا إلى الشرطة يا أصدقاء. واو، سيارتهم رهيبة جدا، لا يجب علينا أن نمزح مع الشرطة. هيا نأتي الآن. نحن آسفون، ضربناه أمام الشرطة. نعم، نحن ذا يا أصدقاء نتجه إلى ذاك المكان الذي في الماب، لأن يبدو على أن فيه مهمة ويجب علينا عمل المهمة. فاللعبة فيها مهمات فكما تشاهدون. نحن ذا يا أصدقاء. هنا فقط أعطونا، يعني يروننا فقط. نضغط على نيكس ميسيو كونتيني. هنا ماذا يقول لك؟ وصافي، لا حول. فعلى العموم هنا السيارة، هنا المستويات يا أصدقاء فكما تشاهدون. مثلا هنا، هي نرجع يا أصدقاء. فكما تشاهدون معنا يا أصدقاء، هذه السيارة الخاصة بنا.
هيا ننظر إلى الماب، نذهب إلى الماب مثلا إلى هذا الشخص. يمكننا يمكننا أخذ سيارتي بالطبع. فكما تشاهدون يعني اللعبة عالم مفتوح، صراحة عالم مفتوح رهيب جدا. يمكنكم أخذ السيارات وحتى الشرطة تقوم باتباعك، فكما تشاهدون هاهما الشرطة. هيا ننزل إليهم. هاهما الشرطة. هيا نقوم لا يمكننا أخذ سيارته. هيا نقوم بأخذ سيارة تكون رهيبة جدا. هذه السيارة رائعة، نقوم بأخذها. انظر معنا، سيتصل بالشرطة. ها هو يتصل بالشرطة يا أصدقاء. يعني يتصل. صراحة اللعبة فيها واقعية. هو شرطي. انظر معنا، نحن أصلا يجب علينا أن نذهب إلى المستوى، يجب علينا أن نقوم بعمل هذا المستوى لكم. صراحة اللعبة رهيبة جدا. نأتي إلى هنا، نقوم بالنزول. من هذه الذي تتكلم؟ وكفى. يا هذا المقطع عبارة عن اوكي اوكي اوكي. على العموم شخص ما قام بقتله. على هذه المهمة. يجب علينا أن نتبعه. هيا بسرعة نقوم بأخذ سيارتنا ونقوم. انظروا معنا يا أصدقاء، نقوم باتباع ذاك الشخص. شاهدوا معنا إلى الموسيقى وهذه الأشياء. هو قمنا بقتله. نعم نحن قمنا بقتله. الآن يجب علينا على ما أعتقد الهروب من الشرطة. هنا يقول لك يعني اهرب من الشرطة. واو صراحة والله الجرافيكس الخاص باللعبة رهيب جدا. شاهدوا معنا الشرطة، يا سلام. هم يتبعوننا في الوراء. هيا نشاهد هذه الكاميرا. واو هذه الكاميرا كالفيلم. يا سلام، فيلم فيلم هذا يا أصدقاء، فيلم هذا ليس لعبة، هذا فيلم صراحة شيء رهيب جدا. نحن هربنا من الشرطة يا أصدقاء، وكادت أن تكون. يجب علينا أن نهرب من الشرطة يا أصدقاء صراحة. ها هم سنجدهم هنا. هم يتبعوننا من الوراء صراحة. واو شاهدوا معنا إلى هذه الطرقات الرهيبة. نعم نحن ابتعدنا عنهم. الآن إلى أين يجب علينا أن نذهب؟ شاهدوا معنا إلى الشاحنة. واو العالم رهيب. نحن على ما أعتقد تجاوزنا الشرطة. آسف. نعم نحن نذهب. هاهم. لا سيروننا. ما لا نريده. فكما تشاهدون صراحة رغم ذلك اللعبة رهيبة وقوية يا أصدقاء. صراحة ليست من الألعاب السيئة، اللعبة رهيبة نوعا ما. هيا على هذا الشكل. انظر معنا الكثير والكثير. هنا يقول لنا ماذا؟ أنا ما أعتقد. شاهدوا معنا، صار هناك نهار. واو على هذه الأجواء. هناك شرطي أمامنا. أنا ما أعتقد هو شرطي المرور فقط. بسرعة سنهرب منه. نعم هنا له. هنا يقول لك ابتعد من الشرطة. نحن نبتعد. ابتعدوا أنتم. انظروا معنا، هذا ماذا يريد؟ ألا يريد الموت؟ ف
فصراحة نحن ابتعدنا منهم يعني بسرعة. انظر معنا إلى هذا الحمار ماذا يريد؟ أيضا الناس أغبياء في هذه اللعبة. فيلم هندي. الشرطة حتى تظهر، يعني كيف سنهرب منهم والشرطة حتى تظهر معك؟ فعلى العموم يا أصدقاء، هذه اللعبة الخاصة بنا يعني فيها الكثير من الأشياء الممتازة جدا والتي ننصحكم حقا بتجربتها. فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، فدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. وصراحة اللعبة تستحق تستحق يا أصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله. انظر معنا، المميز في هذه الكاميرا، هذا ما أعجبني في هذه الكاميرا، هذا الفيلم، هذا السينماتيك الرهيب جدا، وكأنك تلعب في فيلم. واو واو واو. الشرطة في خدمتنا. على العموم يا أصدقاء، هذا هو المقطع الخاص بنا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.